السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، نحييكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عددا من المسلمين ودعاة المسلمين في العاصمة الأوكرانية كييف، لنتحدث وإياهم عن شهر رمضان المبارك وعن أجواء الصيام في المدينة وضواحيها. وأرحب بضيفي الداعية طارق سرحان، مسؤول لجنة الدعوة والتعريف في المركز الإسلامي في كييف، وأيضا ب سوزانا إسلاموفا رئيسة القسم، رئيسة جمعية مريم النسائية الإسلامية في العاصمة. وأيضا أرحب بضيفتي الطفلتان أيلا وأنفال. أرحب بكم ضيوف الكرام، ودعني أبدأ معك سيد طارق. كيف هو الإقبال، إقبال غير المسلمين على الإسلام عموما وعلى رمضان خصوصا تعرفا خلال الشهر هذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أخي الكريم، دعني أن أرحب بك وأشكرك على هذه الاستضافة، وأبارك لأمة الإسلامية حلول هذا الشهر المبارك. طبعا التحضير لشهر رمضان يبدأ بداية من شهر شعبان. التحضير النفسي عند المسلمين يدعوهم إلى تعريف أقاربهم وجيرانهم بهذا الشهر وبقروب حلوله. طبعا الشعب الأوكراني يعتبره عيد، هو لا يعرف أنه شهر للصيام، فعندما تجد أوكراني يستقبلك في شهر رمضان هو فورا يبارك لك حلول هذا العيد. طبعا هذا الشيء يدعونا نحن كمراكز إسلامية إلى زيادة تعريف المواطن الأوكراني بميزات هذا الشهر، بأهميته للمسلمين وبميزات الصوم بهذا الشهر. لذلك طبعا المراكز الإسلامية تقوم بمجموعة من النشاطات متخصصة ليس فقط للمسلمين نفسهم بل لتعريف الأوكران بهذا الشهر، منهم طبعا الإفطارات، منهم مواقع التواصل، منهم المحاضرات، لكن لا شيء أهم من استقبال أو التعامل المباشر مع ضيوف المراكز الإسلامية. لذلك نحن في المراكز الإسلامية لدينا لجنات متخصصة في استقبال الضيوف غير المسلمين، سواء كانوا رجال أو نساء، ممكن أن يحضروا المحاضرات حتى المواعظ، ممكن أن يكون لهم محاضرات متخصصة لغير المسلمين شرحا لميزات هذا الشهر، أو حتى مشاركتهم لنا طاولات الإفطار. وكيف هم يشاركون؟ هل الإقبال على المشاركة، خاصة وأنهم يعرفوا أن هذه الفعاليات هي خاصة بالمسلمين، كيف يدخلونها ويشاركون فيها بأجوائها؟ أخي الكريم، نحن كمسلمين في أوكرانيا لدينا حرية واسعة جدا في التعريف في ديننا. لماذا؟ لأن الأوكران لم يجدوا من المسلمين إلا كل خير، لذلك هم يحبوا أيضا التعرف علينا ومبادرتنا بهذا الخير. لذلك في المراكز الإسلامية تجد الغير المسلم يجد حريته في زيارة المركز، في المشاركة في النشاطات حتى التي هي خصوصية للمسلمين. لذلك لا يجد المسلم في دعوة صديقه غير المسلم إلى المركز الإسلامي لحضور ممكن المواعظ، طاولات الإفطار، أحيانا حتى يأتي للمكتبة ليستعير كتاب أو حتى يحصل على كتاب كهدية. هذه القضايا يعني تزيد في نسبة الاندماج بين المسلمين والمسيحيين. نحن حتى لا أحيانا يعني لا نشعر في الفروق الدينية عندما نتعامل بين بعضنا البعض كمواطنين أوكران. هو رمضان شهر موسم دعوي كما قلت لي سابقا، ولكن لكل رمضان خصوصية وميزة، فما هي خصوصية رمضان الحالي وميزته عن سابقه؟ والله بالنسبة لي شخصيا يعني ميزة رمضان هذه السنة هو الشباب. يعني قبل سنوات كنا نحن حتى سواء كنت شيخا أو داعيا تعمل تخدم المسلمين بيدك أحيانا، أو أنك تحاول أن تقوم بتنظيم النشاطات والتحضير لها، لكن في هذه السنة نحن تفاجأنا أن الجيل الثاني هو من أصبح يحمل على منكبيه هذا الحمل ويسعى لتنظيم النشاطات. فتجد يعني الجيل الصغير في هذه السنة له دور متميز جدا، ليس فقط كحضور يعني في حلقات قرآن أو في صلاة، بل بالعكس في خدمة المسلمين وفي خدمة هذا الدين وفي خدمة هذا الشهر الكريم. فأنا يعني أعتقد أن رمضان في هذه السنة في أوكرانيا هو رمضان شبابي في درجة أولى. نعم، السيدة سوزاني إسلاموفا، يعني كيف تقيمين إقبال المسلمات وغير المسلمات على نشاطاتكم خلال شهر رمضان المبارك؟ هل ثمة زيادة في الأعداد، زيادة ملحوظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. عدد المسلمين هذه السنة صار أكثر الأخوات من أول شهر رمضان، في أختين أسلموا الحمد لله رب العالمين، وطبعا في مسلمات الجدد ومسلمات المسلمين الأخوات، وفي أخوات غير المسلمين بيجوا من مدرسة عربية. يعني عندنا عدد المسلمات من المدارس العربية كمان، يعني في أخوات كثير كمان مش مسلمات يجوا هاي سبت وأحد كانوا كثير، فإحنا تعرفنا عن مركزنا وشغل نسائي وكيف إحنا كيف إفطارنا، كيف مع أخوات إحنا قاعدين، كيف نفطر، كيف عنا دروس واللقاء مع الشيوخ. يومياً أخوات تقريباً عنا من 250 إلى 300 يومياً. طيب وسبت أحد أكثر كمان، لأنه غير الأيام في شغل ودراسة، فسبت جمعة سبت أحد أكثر، يعني 250-300. نعم طبعاً بس هذه الأرقام كلها لها علاقة فقط في رمضان. نعم لماذا هذا الإقبال على المركز خلال شهر رمضان المبارك؟ المسلمين طبعا مفهوم لماذا يجوا، يعني روحانية، دروس روحانية والقرآن والعلاقات مع المسلمين جدد، والأخوات اللي مش مسلمين عندهم يعني شعور اهتمام للدين، اهتمام للإسلام، اهتمام لماذا، يعني كيف في 18 ساعة في أوكرانيا كيف يستطيعوا يصوموا. فهذا كثير يعني بدهم يشوفوا كيف احنا الاخوات اللي يجتمعوا ونفطر وناكل ونشرب ونصلي. نعم. فهذا ما هي النشاطات التي تقيمونها للمسلمين للمسلمات ولغير المسلمات، وكيف هو التفاعل معها؟ الاخوات عندنا دروس القراني طبعا، هذا اول شيء، والثاني عندنا دروس الخاص للمسلمات، الاخوات المسلمات، هذا قران والمحاضرات، والمسلمات الجدد هذا أحرف، يعني نتعلم على الحروف، يعني كيف يستطيع يقرأ القرآن. وطبعا هذا الصلاة، يعني أهم شيء كيف يقدر تصلي ونعمل اهتمام في الصلاة، نعطيه اهتمام لمسلمات الجدد. لماذا؟ لأنه هم يعني كثير بدهم يحاولوا يصلوا، وصلاة بيأخذ الوقت للتعليم. فهذا السنة أخذوا هذا المهمة الأخوات اللي عمرهم أخوات المسلمين عمرهم من 17-18-19، يعني هم اللي بتعلموا ساعة ساعة ونص، يعني بيعطوهم من وقتهم عشان يتعلموا في الصلاة. كم عدد المسلمات اللواتي اعتنقن الإسلام خلال الشهر الحالي؟ في أختين بس من أول سنة، عندنا 14 أخت من أول سنة الجسم يناير للحين، 14 أخت اللي أسلموا في شهر رمضان تنتين. ما هي النشاطات التي تقيمونها في جمعية مريم سواء للمسلمات أو لغير غير المسلمات؟ يعني عدد الطبخ طبعا. شهر رمضان رمضان كريم، فطبعا النساء مرتاحين من الطبخ، فعندنا رجال بيطبخوا. الرجال هم من يقومون بالطبخ في كيان. نعم. الرجال هم يقومون، الله يبارك فيكم إن شاء الله. فالنساء طبعا عندنا أولاد كثير، فنأخذ الأولاد، نهتم في أولادنا، نقرأ معهم قرآن، نتعلمهم في القرآن، الحفظ القرآن، وفي عملنا معهم حلويات بإيدهم، صح؟ فهذا هو منكم في دروس طبعا محاضرات. نعم. أما نشاطات لغير المسلمات، هل من نشاطات؟ هذا من غير المسلمات كمان اشتركوا معنا. هذه النشاطات تشمل المسلمات. نعم. وغير المسلمات. طيب دعيني أنتقل إلى الأطفال وإلى أيلة. أيلة، كيف يمر رمضان؟ هل تصومين؟ نعم أصوم. كيف يمر يوم رمضان بالنسبة لك؟ هل يمر بالصعوبة أم أنك تعودتي؟ تعودت الحمد لله. كيف يمر شهر رمضان؟ ما هو برنامجك اليومي خلال الشهر؟ أنا بجي على المركز بقرأ قرآن، أنا عندي درس القرآن دائما بحضره، بساعد أمي وأبوي، بساعد خواتي، بلعب معهم، بلعب مع أصحابي، ودائما بساعد، أنا الحمد لله بساعد المركز بتوزيع التمر والماء. توزيع التمر والماء قبل الإفطار. وماذا كم جزءا من القرآن تحفظينه؟ أنا خلصت الجزء الثاني. الجزء الثاني. أما أنت يا أنفال كم جزءا من القرآن تحفظين؟ أنا خلصت الجزء الثاني. أيضا تحفظين الجزئين كاملين؟ وهل تصومين؟ أصوم. هل سمعتينا سورة من القرآن؟ نعم.
أسمعينا سورة الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب ولربك فارجع. شطورة شطورة، شكرا لكم ضيوفي الكرام، شكرا لكم على هذه المشاركة. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. أعزائنا المشاهدين، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.